السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نتعلم طريقة عمل البيستو صوص بالريحان. طبعا كما نلاحظ في عندنا هون باقة من أوراق الريحان ما يقارب 200 غرام، في عندنا مقدار 10 فصوص من الثوم، في عندنا مقدار 100 غرام من الصنوبر المشوي أو أي نوع مكسرات أخرى، وفي عندنا جبنة برمزان مقدار 50 غرام، وفي عندنا ملح وزيت زيتون طبعا لتر. طبعا مش راح نستعمل كل اللتر، احنا حطينا لتر حتى نشوف كم بدنا نستخدم من زيت الزيتون مع البيستو صوص. طبعا جبنة برمزان كما ذكرنا في عنا ما يقارب 50 غرام. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر البيستو صوص. الآن نقوم بإضافة أوراق الريحان الطازج في الخلاط. طبعا البيستو صوص هذا يمكن أن يعمل بالأوراق الكزبرة، بأوراق النعنع، بأوراق البقدونس، نفس المكونات بس تختلف نوعية الخضار المضافة، يسمى بيستو صوص. الآن نقوم بإضافة الصنوبر المحمص أو المقلي، يمكن إضافة أي نوع مكسرات أخرى، فستق حلبي أو لوز أو بستاتشو. الآن تمت إضافة جميع المكونات، أوراق الريحان مع الثوم والجبن واللوز. الآن نقوم بإضافة كمية من زيت الزيتون. نلاحظ الآن نقوم بخلط جميع المكونات بالخلاط. الآن نقوم بإضافة كمية أخرى من زيت الزيتون. تخلط جميع المكونات مرة أخرى. طبعا كثافة صوص البيستو حسب الرغبة، ممكن نعمله كثيف وثقيل أو نعمله سائل حسب الرغبة. لأنه لاحظ هنا تم خلط جميع المكونات. الآن نقوم بإضافة كمية أخرى من زيت الزيتون حتى نحصل على قوام مناسب. نلاحظ هنا أصبح البيستو صوص بالريحان جاهز. وقوامه يعني متوسط الكثافة. الآن يسكب في الطبق طبعا، وبذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل البيستو صوص بالريحان. وللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.